اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شم النسيم احنا النهارده ان شاء الله هنعمل تورته البيضه لشم النسيم. طيب تورته البيضه دي عباره عن ايه؟ تورته البيضه دي عباره عن شكل بيضه بس هي تورته. فهنعملها ازاي؟ اول حاجه هنحتاج ليها الكيك، كيك فانيليا، كيك شوكولاته، المهم ان يكون كيك ما يكونش سبونج. عموما في التورت اللي هي بالفندق بفضل الكيك يبقى ما يبقاش سبونج علشان يستحمل اكتر بكتير، سواء بقى نعمله طبقات سواء هنعمله باي شكل، الكيك عموما بيستحمل عن السبونج. السبونج ممكن يبقى طري وما يستحملش قوي. فاي نوع كيك، احنا عملنا انواع كتيره، تختاروا منها اي وصفه ونعمل تعملوها ونشكلها. طيب هنشكلها ازاي؟ احنا عندنا الكيكه اهو، عايزين المره دي قبل ما نشكلها نحشيها حشوه مختلفه، تبقى حشوه طعم مختلف. مش هنعملها بالفانيليا او بالكريمه، هنعملها بكريمه البندق او كريمه الشوكولاته، تدي نكهه مختلفه وتبقى عنصر مفاجاه حلو للاطفال كمان عشان بيحبوها جدا. هنعمل ايه؟ انا جاهز بس طبق اللي هنقدم عليه اللي هو ده، واحط عليها حته صغيره من كريمه الزبده. كريمه الزبده احنا قلنا قبل كده بتعمل ازاي، بس هنعيدها كل مره علشان برضو اللي ما خدش باله قبل كده يبقى يكتبها المره دي. هي عباره عن مقدار زبده، يعني لو قلنا مثلا نص كيلو زبده يبقى عليه كيلو سكر بودره، احنا بقى بنقلل زي على حسب المقدار اللي احنا محتاجينه، وبيبقى عليه تقريبا كوبايه لبن على مقدار كيلو السكر البودره برضو على حسب. المهم ان هو في الاخر يبقى عامل زي الكريمه كده معانا، هو ده القوام الصح، يبقى كريمي خالص كده معانا. نحط فانيليا، نحط طبعا شويه ملح، نحط عايزين اي نكهه تانية غير الفانيليا، ممكن مثلا نكهه ليمون، اي حاجه تانية زي ما نحب. طيب حطينا كده حته، نبتدي بقى نقطع الكيكه علشان نعمل طبعا طبقات. ناخدها من النص كده ونلفها حوالين داير لغايه ما ايه نوصل الناحيه التانية. طبعا الكيكه دي برضو ممكن نعملها، او التورته دي ممكن نعملها بمفاجاه، عنصر مفاجاه، وده عملناه قبل كده في تورته المارشميلو. وده ازاي؟ ان احنا بنروح فاتحين فتحه في النص كده، واخر طبقه خالص بنقفل الفتحه دي، وبيبقى عنصر مفاجاه لما الواحد يقطع يلاقي حاجه حلوه مستنيه جوه، زي مثلا حلويات او اي حاجه. احطه كده، اللي عايز يسقي برضو ممكن. الكيكه دي من الكيكات الطريه، يعني معظم الكيكات اللي احنا عملناها بصراحه طريه خالص، الا الحاجات اللي انا قلت فيها لازم نسقيها. طيب هنبتدي بقى دلوقتي نحشيها بكريمه البندق. انا معرفش حد ما بيحبهاش بصراحه، كل الناس بتموت فيها، فيعني بتدي تكه كده جامده حلوه يعني بتغيير. حط كمان مره، احنا قبل كده برضو عملنا كريمه البندق بنفسنا، فيعني مفيش حاجه تقف في سكتنا، تلاقوا الفيديو على يوتيوب. وهعمل بقى الطبقات كلها لغايه الاخر. انا هعمل دلوقتي طبقه كمان، يعني كيكه كمان، علشان عايزه اديها، هي هتبقى زي مجسمه، يعني هتاخد شكل البيضه بشكل مجسم، فعلشان تكفي معايا اديها تكسيمه البيضه دي لازم تبقى اعلى من كده، فهديها طبقه كمان وهحشيها، هكمل نفس الحشوه اللي انا عملتها. في حاجه كمان ممكن جدا ان احنا نضيف على الكريمه دي كريمه خفق الطازه، نبقى ضربينها كويس. كتير بيسالوا يعني ايه كريمه الخفق الطازه، احنا بنجيبها سايله من الثلاجات وبنضربها كويس جدا، بتاخد شويه وقت ساعه الضرب بس بتمسك معانا، وبعدين بنضيفها بقى
مع كريمة البندق دي او كريمة الشوكولاتة ونقلبها، بتبقى قوامها حلو، بتبقى اخف شوية، دي على حسب الرغبة يعني. احنا بندي بدايل للي يحب تبقى كده او كده زي ما تحب. وفي فكرة كمان، الواحد ممكن يحشيها من جوه مثلا حلويات صغيرة، ما تبقاش مش عنصر مفاجأة يبقى في النص، لا ممكن مع كريمة الشوكولاتة دي الواحد يحط يعني بونبوني صغير مثلا جواه. احنا كده نعتبر خلصنا الطبقات كلها، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي نتحرك بالسكينة بحيث ان انا ابتدي اشكلها على شكل بيضة. هي واخدة شكل مدور دلوقتي، انا مش عايزة شكل مدور ده، انا عايزاه شكل بيضة، فهنعمله بقى على شكل البيضة دلوقتي. كل الكيك اللي هيتبقى منه ده يتعمل بعد كده حلو جدا لو اتعمل كيك بوبس، اللي هو هي خلاص فيها كريمة البندق. وانا كنت عملتها قبل كده في حلقة وقلت كريمة البندق اللي هي كريمة الشوكولاتة بالبندق دي حلوة قوي مع الكيك، انه يتشكل كيك بوبس، او اللي احسن منه كمان لو معاه كريمة زبدة. يعني لو تخلطوا مع كريمة الزبدة مع كريمة البندق كريمة زبدة، تخلطوها مع بعض بتدي قوام حلو جدا. فالباقي ده كله تروحوا ضربينه صغير وحاطين معاه بقى زيادة من كريمة الزبدة مع كريمة البندق، بتدي كريم بوبس حلوة جدا، كيك بوبس حلوة جدا. الواحد يعملها بقى في على ستيكس ويغلفها بالشوكولاتة ويشكلها برضو، تبقى تكملة للبوفيه الواحد يعمله، أو لو في عزومة أو حاجة أو للمناسبة تبقى حلوة جدا. الواحد يكتر من الأطباق بأشكال بنفس الطبق، ممكن الواحد يعمل حاجات كتيرة جدا. طيب هبتدي بقى أشكل بالسكينة شكل البيضة، بظبط بس الـ الشكل اللي أنا عايزاه في الأول. يعني البيضة بتبقى ليها قاعدة أكبر من تحت وتطلع ببوز كده، ما بتبقاش مدورة، ما بتبقاش واخدة شكل بيضاوي قوي، بتبقى واخدة زي هنا قاعدة سميكة أكتر وبعدين تطلع على رفع. فده الشكل أنا هرسمه دلوقتي عشان يبقى سهل عليا إن أنا ألف حواليه بالطريقة دي. تقريبا كده. انا طبعا ممكن اكبرها شوية كمان، يعني مش لازم تبقى هنا قوي، ممكن نعملها مثلا بحيث ان انا ما اشيلش من الكيك كتير. هي دي ميزة الواحد يرسم في الاول ويشوف اني مقاس انسب. كيكة طرية قوي، شوف كده، يعني انا شايفة المقاس الاكبر احسن فعلا كده. طيب نبتدي بقى نشكل منها واحدة واحدة. طيب كده خلاص، يعني الى حد كبير اخدت شكل بيضه مجسمه، هيبان شكلها اكتر لما نبتدي نغطيها. طبعا هنغطيها دلوقتي بقى بكريمه الزبده، ما ينفعش نغطيها بحاجه تانية لو هنحط عليها عجينه السكر. ليه؟ لان عجينه السكر بتتفاعل مع اي حاجه تانية، تتفاعل مع المربى مثلا، ممكن تتفاعل مع اي حاجة تانية، لكن كريمة الزبدة ما بتتفاعلش خالص مع عجينة السكر. فعشان كده نحط كريمة الزبدة حوالين داير، لكن نحشي باللي احنا عايزينه.
مهم يلمس عجينة السكر. اللي بيحصل ان عجينة السكر لما تتفاعل بتبتدي تطرى، يعني تبتدي تسيح بقى وتنقط بقى، توصل تنقط بجد يعني من كتر ما بتسيح. فنخلي بالنا قوي من النقطة دي. طيب انا هبتدي ادهنها بس كده حوالين داير بقى علشان عجينة السكر لما نغلف بيها تمسك معانا. انا كده غلفتها كلها حوالين داير. لو ملاحظين برضو في البيضه في التكسيمه اللي انا عملتها، حاولت ان انا ادخل كده لتحت شويه عشان تبان كانها فعلا حاجه 3D مجسمه. طيب احنا نروح دلوقتي الفاصل، وكل اللي انا هعمله في الفاصل انا اخترت اللون ده كارضيه، هفردها بس وهوريكم هنعمل ايه بقى اشكال جديدة على التورتة دي. نروح لفاصل ونرجع تاني. رجعنا من الفاصل، وكل انا عملته ان انا عجينة السكر فردتها بس بالشكل ده، ألوان كتيرة محتاجينها علشان بيضة شم النسيم بتبقى ملونة جدا، فلازم نلون بقى. عجينة السكر أنا عملت حلقة عشان لو سألتوا عليها أو عايزين الوصفة، أنا عملت حلقة عن عجينة السكر بس، ونزلت على موجودة على يوتيوب. عجينة السكر بطريقتين، يا إما بالمارشميلو او بالجيلاتين، هتلاقوا الوصفتين موجودين في حلقة على يوتيوب ان شاء الله. طيب انا كده فردت الالوان دي بقى ليه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ مبدئيا انا عندي واحدة كبيرة خالص، دي اللي انا عايزة تبقى الاساس على التورتة، بس انا مش هحطها على طول دلوقتي، انا عايزة ابتدي اشكل اشكال معينة عليها. طيب هشكلها ازاي؟ حط ده بس كده على جنب. هاخد مثلا لون، عندي اللون ده، اللون ده انا هبتدي بقى احط عليه شويه الوانات كده. عندي مثلا اللون البرتقاني، ابتدي بقى اقطع. القطعات دي بتتباع عادي خالص في السوبر ماركت بتاعه بسكوت، يعني مش حاجه مخصوصه خالص، فدي هتلاقوها على طول سواء كده او كده، اي شكل يعني ممكن اقطع حتى بدي او القطعات دي، بس طبعا اللي فيها شكل دي احسن شويه. هبتدي بقى اقطع، عايزه اشكال بالطول مثلا كده، طبعا خلي بالنا تقطع كويس. طيب عايزه احطها عليها بالشكل ده، ومش اللون ده بس، نعمل الوان تانية، نجيب مثلا حاجة مفرقعة شوية لون كده. ودي نقطعها يعني دي اخف شوية عن التانية. وتبقى المقاييس كمان مختلفة، رفيع تخين على حسب، واحطهم بالشكل ده، واجيب لون مثلا يا ازرق يا موف
نجيب الموف ونقطعها دي بالشكل اللي هو العادي كده. نزلها تحت، لا خليها هنا، ما لزقتهمش دلوقتي لسه كده. خلاص نوسع بس شويه مكان. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي قطاعات مدوره عاديه، هبتدي ان انا اثبتها بس شويه، ما لزقتهاش باي حاجه خالص، هي بتلزق لوحدها، لاني هبتدي اضغط عليها كمان شويه بس علشان اعرف افكك الالوان تاني بعد كده. هاجي عند كل واحده احاول على قد ما اقدر اطلع اللون. انا ليه ما استخدمت الشكل البيضه؟ يعني احنا دي المفروض الاشكال دي اللي انا هقطعها دي عايزاها على شكل البيضه او البيضة عموما يعني. لما هاجي افردها هتشوفوا اقصد ايه دلوقتي، هتاخد شكل البيضه كمان شويه، فمش لازم يبقى عندنا قطاعه شكل البيضه خالص. قطع كده دي اول واحده هحطها بطريقه عشوائي خالص حوالين داير، يعني هنا مثلا. خد واحده تانية نحاول نطرف بالظبط عشان ناخد على قد ما نقدر، ما يبقاش معانا هالك كتير. ودي مثلا احطها هنا كده. وكده طيب ده شكل. هبتدي بقى اعمل شكل تاني، ممكن نشيل دي بقى كده على جنب. ده كله بقى انا ما لزقتوش، وممكن نفككه بسهوله تاني من بعض ونعجنه تاني. هاخد شكل تاني، عايزه مثلا ارضيه زرقاء عشان عايزه الشكل هنا يبقى ملون حلو. الازرق يليق عليه ايه؟ ممكن ناخد اللون ده ونحاول نقطع تقطيعه تانيه، زي مثلا نبتدي مثلا نمشي بشكل زي الموجه، نحاول دي كمان نجيبها زيها كده. نحطها فوقيها طيب. مش بس كده، ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اجيب لون تاني مثلا ده، وابتدي اعمل اشكال معينة. يعني عندي مثلا قطاعات صغيرة هنا، ممكن اختار منها يعني مثلا شكل ده، اي قطاعات يعني اللي موجودة عندنا. حتى لو نعمل كور، ممكن نعمل كور بس، يعني ده مثلا شكل، ده شكل. دول بقى انا بس هسيبهم للاخر ليه؟ علشان دول اقدر اتحكم بعدين لما اجي اقطع ان انا عايزه احطهم في حته معينه. فهشيلها دلوقتي، اعمل كام واحده اجهزهم علشان اقدر احطهم اول ما اقطع، اعمل احطهم على الحته اللي انا قطعتها بالظبط. Thank you.
طيب دول انا هحطهم كده، ما حطيتش عليهم دول عشان حاسه برضو المساحه صغيره. لكن اللي هعمله بقى دلوقتي ان انا ممكن اروح موزعه دول على الارضيه دي نفسها، يعني ابتدي احرك دول املى بيهم الفراغات، بتدي برضو شكل حلو جدا بالطريقه دي. لو حاسين ان اي لون عايزين تزودوه ممكن تزودوه، يعني في مثلا في ايه ما استخدمتش منه الموف اللي هناك ده، ممكن طبعا في الوان كتيره جدا وعلى حسب الذوق بقى، يعني كل واحد على حسب الذوق اللي يحب يشكل بيه. كده طيب هكملهم بعدين علشان انا عايزة اسيب برضو ليا مجال ان انا اقدر ازود حاجات في لما اجي احطها على التورت. احط ده بقى على جنب، كل ده يتعجن تاني عادي خالص، يتشال في اكياس، مهم نشيلها في اكياس علشان لو ما اتشالتش في اكياس هتنشف وبتعيش مدة طويلة جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبتدي امشي عليها واحدة واحدة بالشكل ده على كل واحدة، هتلاقوا انها هتبتدي تلزق، مش هحتاج دي دلوقتي، هتبتدي تلزق وفي نفس الوقت تاخد شكل البيضاوي. لو انا عملتها شكل بيضة من الاول هتبتدي تبقى طويلة قوي، مش هتبقى بيضة يعني، هتبقى حاجة تانية. فهي بالطريقة دي في اتجاه واحد بس، ما بتديش اروح واجي، لو رحت وجيت مش هتبقى صح. يفضل في الاتجاه اللي هو لو الخطوط كده تبقى في الاتجاه اللي هو عكسي. طيب كده تقريبا كله لزق. هعمل ايه بقى؟ كل اللي هعمله ان انا هاخدها واحطها على التورته زي ما بنعمل عادي في التورته، نحطها على التورته ونقطع الزياده. وعلى فكره ممكن يعني تضغط اكتر من كده كتير، ممكن نقعد نفرد فيه لغايه ما تبقى عامله بمستوى بالظبط العجينه، بحيث انها تبقى عامله زي كانها طباعه جوه العجينه، يعني واحد ممكن يضغط عليه اكتر كتير جدا لغايه ما تبقى داخله جوه العجينه كانها مطبوعه جوه العجينه مش كانها ملزوقه، يعني دي ما بين ملزوقه وما بين انها زي المطبوعه. ابتدي بقى اسكنها واحده واحده. Thank you.
كده البيضة خلصت. طبعا انتوا ممكن تشكلوا، ممكن تعملوا لها فيونكة بقى كبيرة كده. يعني كنت جايبة شرايط، ممكن الواحد يحط فعلا مثلا فيونكة مثلا حوالين داير، تبقى هنا مثلا كده كده. يعني ممكن الواحد يعملها، تيجوا نعملها، ايه رأيكم؟ نعمل فضي ولا اللون التاني ده؟ طب تعالوا نجرب كده، نعمل واحدة. ممكن برضو تعمل من الفندق، مش لازم من ال هي. طبعا لو الشكل ده كده، بس هي هتبقى طريه شويه، بس ممكن اعملها مثلا هقول لكم، هدخلها من هنا واحده واحده، يبقى نفس الطول وتيجي يعني تقريبا عند النص. مش هشد بقى عشان مطلعش معايا كريمه زبده، وابتدي بس ان انا اربطها كده. مش لازم بقى نضغط قوي، يا دوبك تبقى ماسكه. طبعا الاطراف تبقى واخده الشكل اللي هو في المقص، اللي هو عامل زي السبعه ده، بيبقى احلى شكل. اللي هي كده نمسكها كده ونروح قاصين شكل السبعه منها كده، ونيجي برضو الناحيه التانيه نعمل نفس الحركه، بس اقصر سنه عشان دي اقصر شويه. سبعه بس، خلاص. تحطوا بقى الارنوب الزغنن ده جنبه، ان شاء الله في حلقه تانية هنعمل مع بعض الارنوب. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وهشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بوصفات جديده. باي باي. Thank you.